انا متوقع الوقت انه هيجي كده ويزق اخوه محمد كده وكده يقول لي في ايه يابا بالبتاع الجاكيت الاحمر اللي اخوه جايبه له، والله الاكل بتاعه في الثلاجه. انا انزل في ثانيه الاقي ابني جوه ايه يعني حرام. الحمد لله ده ما يلبس الروب بتاع المعامل اسود لبسه كفن. انا عايز يجيبوا لي حقي، الدوله تجيب لي حقي، المحكمه تديني حقي، القضاء يديني حقي، وبرضه مش عاوز محاكمه، لا انا عاوز محاكمه عادله. يعني انا الشرع ربنا اداني الحق ان انا اقتل اللي قتل ابني، انا مش عايز اقتل مع انه قتل ابني، لكن انا مش عايز اقتل ولادي التانيين، انا خايف عليهم. لو واحد فيهم يروح يقتل واحد انا خسرت التاني، او انا اروح اموت اللي موت ابني يبقى انا برضو بيتي خسر، ابني راح وانا رحت، حرام. انا الدمع نشف في عينيا، انا هتجنن يا جدعان هتجنن.